مظبوط. موضوع محاضرتنا النهارده هتكون على الاناتومي اوف ذا ابنديكولار سكيلتون لور لمبس. تعالوا نشوف كده البارتس اوف ذا سكيلتون في مراجعه سريعه. احنا قلناها اول مره، احنا قلنا السكيلتون بتاعنا زي ما احنا شايفين فاكرين كده كان بيتكون من جزئين اتنين، اجزاء السكيلتون، وده اللي خلصناه في المحاضرات اللي فاتت، وده اللي كان بيتكون من 82 عظمه ويشملهم السكال والثراس بينز اوف بونز اوف ذا ثراسيك كيج اللي هم كان عباره عن الريبس والاسترنم والفرتبرال كولم. ده اسمه الاجزاء السكيلتون. اما الابنديكولار سكيلتون اللي هو موضوع محاضرتنا دلوقتي، ده كان بيحتوي على 124 عظمه ويشمل عظام الابر ليمب وعظام اللور ليمب. عظام الابر ليمب والرباط بتاعها اللي ماسكها في الترانك اللي اسمها شولدر جيردل او حزام الكتف، وعظام اللور ليمب اللي كانت مربوطه في الاجزاء السكيلتون بمجموعه عظام يسموها بلفيك جيرنل. طيب دلوقتي هنتكلم على البونز اوف ذا ابر ليمب. البونز اوف ذا ابر ليمب وما يتبعها من عظام تربطها في الاجزاء السكيلتون اللي اسمها شولدر جيردل. ايه حكايتها ديت؟ ده الأبر ليمب. الأبر ليمب هو مصطلح تشريحي يشمل العظم وما يكسوه من سوفت تيشوز. سوفت تيشوز تشمل المسلز والليجامنتس والفاشيا والسكين والبلاد فيزلز والنيرفز. الأبر ليمب احنا هنقسمه لمناطق. المنطقة الأولى اسمها منطقة الكتف أو الشولدر، المنطقة الثانية اسمها منطقة الأرم، المنطقة الثالثة اسمها الفور أرم، المنطقة الرابعة اسمها الهاند. طيب منطقة الشولدر هي منطقة الشولدر العظام اللي كانت فيها كان يوجد الاسكابولا والكلافيكل وجزء من الهيومرس. منطقة الأرم العظام اللي بتكونها عظمة اسمها الهيومرس. منطقة الفور أرم العظمة اللي بتكونها لاترالي عظمة اسمها الريديوس، وميدلي عظمة اسمها الألنا. منطقة الهاند العظام اللي كانت بتكونها الهاند كان في عندي منطقة الرزغ بالكاربال بونز، منطقة الميتاكاربس بالكاربال ميتاكاربال بون، منطقة الفينجرز بالعظام اللي بتشكلها اسمها الفالنجيز. ده كان رفلي بصفة عامة. طيب تعالوا ناخدهم عظمة عظمة كده نتكلم عليها طبعا ببساطة مش بتفصيل. ناخد أول عظمة اللي هي عظمة الكلافيكل أو اللي بيسموها الترقوة. العظمة دي هي العظمة الأولى في عظام الأبر ليمب اللي كانت قاعدة عند اتصال الأبر ليمب بالنك والثوركس. العظمة دي كانت لونج بون. كانت لونج بون لماذا؟ لأن لها ميديال اند ولها لاترال اند وشافت. احنا قلنا العظمة اللي لها اتنين اندز وشافت دي بيسموها لونج بون. الميديال اند هنا كانت عاملة ارتكوليشن مع المانوبريا مسترناي اللي هو الابر بارت اوف ذا استرنم، واللاترال اند هنا كانت عاملة ارتكوليشن مع جزء من عظمة السكابولا اسمه الاكرومين. ثم دي الشافت. الشافت بتاعت الكلافيكل هنا مش زي الشافت بتاع بقيه العظام قاعده فيرتيكال، لا دي قاعده هوريزونتال، بس غير ان المسار بتاعها مش ستريت، لا ده المسار بتاعها كان كيرفد واخده شكل حرف الاس. ديت كانت المواصفات العامه للكلافيكل. اما العظمه الثانيه من عظام العظمه ديت كانت من الفلات بونز، يعني طبيعتها الشكلية تصنيفها الشكلي يا فلات بون. قاعدة فين؟ قاعدة في البوستيريور وول اوف ثوراكس.
في المستوى ما بين الرب رقم 2 والرب رقم 7 كل حاجة في العظمة دي كانوا 3 3 بوردرز و 3 انجلز و 3 سيرفيسز و 3 بروسيسز. البوردرز احنا دلوقتي هنتكلم عنها نظري بعد كده هنشوف الرسم. البوردرز الثلاثة لاترال وميديال وسوبيريور. الانجلز الثلاثة سوبيريور وانفيريور ولاترال. السيرفيس الثلاثة كوستال سيرفيس وسوبرا سباينس وانفرا سباينس. البروسيسز اكروميوم وكوراكويد وسباين. تعالوا نشوفوا تفاصيل الانباء الرسمة دي. نبتدي اول حاجة بالبوردرز. الثلاثة بوردرز اللي عندي ادي السوبيريور بوردر من اول النقطة ديت هنا لحد النقطة دي كل ده اسمه السوبيريور بوردر. اللاترال بوردر من اول هنا ننزل تحت اهوت لحد الانجل. الميديال بوردر من اول الانجل من تحت ويطلع فوق ويقطع السباين ويكمل لحد السوبيريور بوردر ده اسمه الميديال بوردر. التلاتة سيرفيسز. سيرفيس فوق السباينس بروسس اسمه سوبرا سباينس سيرفيس. كان في صورة ديبريشن كبير اسمه فوسا فهو سوبرا سباينس فوسا او سوبرا سباينس سيرفيس. واحد ديبريشن تاني تحت السباين فبيسموه انفرا. انفرا يعني تحت. سباينس جاي من السباين يبقى انفرا سباينس سيرفيس. اما السيرفيس التالت هيبان من الفيو اللي قدامنا ده بوستيريور فيو. لما نيجي نحول على الانتيريور فيو هنشوف السيرفيس التالت اللي اسمه سبسكابيولار سيرفيس اللي كان بيشكل السبسكابيولار فوسا. الثلاثه بروجكشنز بعد كده او الثلاثه بروسيسز. اول بروسيس كان اسمه الاكرومين. الاكرومين ده لاترال اكستنشن للسباين. البروسيس الثاني اللي قدامه اسمه كوراكويد بروسيس بيكون لاترال اكستنشن للسوبيريور بوردر. اما البروسيس الثالث فهو السباين ده كان عباره عن بروجكشن قاعد على البوستيريور اسبكت. اللبس بتاعته بتبقى عاليه بتكون هو نفسه بيبقى اليفيتد في صوره كريست ولو تو ليبس ابر ليب ولور ليب. دي الثلاثه بروجكشنز والثلاثه انجلز بقى في سوبيريور انجل تقع عند اتصال السوبيريور بوردر للميديال بوردر. لاترال انجل في صوره اوفل شيب ديبريشن اسمه جلينويد كافيتي. وانفيريور انجل تقع عند اتصال اللاترال انجل اللاترال بوردر بالميديال بوردر. دي كانت تضاريس التشريحيه للسكابولا لما نشوفها من طب لما نيجي نشوفها من الامام المنظر الامامي هو نفسه غير ان مفيش سباين. السباين قاعد في الخلف. تاني حاجه ان السيرفيس اللي كان مش باين من الخلف باين دلوقتي من قدام اللي هو السب سكابولار سيرفيس اللي هو كان في صوره هولو ديبريشن اسمه سب سكابولار فوسا. هنا في بروز واحد من البروزات واحد من البروسيسز. احنا قلنا عندنا ثلاثه بروسيسز اكروميون وكراكويد الاثنين بيشاوروا للاتجاه اللاترال. احنا قلنا الاكروميون كان امتداد للسباين. الكوراكويد ما كانش باين قوي من الورور كان باين من قدام لان يعني الكوراكويد يقع قدام الاكروميون وهو امتداد للسوبيريور بوردر. دي كانت التضاريس التشريحيه لعظمه العظمه الثانيه اللي اسمها هيومرس. هيومرس ديت هنشوف الكلام التكست النظري بتاعها وبعد كده نتطرق الى الرسمه ونوضح عليها اللي هنقوله. بنقول ان دي لونج بون. دي العظمه عظمه منطقه في الابر ليب اسمها الارم او الابر ارم اللي هي منطقه العضد. العظمه ديت دي لونج بون. لونج بون لان اللونج بون هي ده تصنيف طبقا للمورفولوجيكال كلاسيفيكيشن ده بتتكون من تو اندز وشافت. التو اندز انا عندي ابر اند ولور اند وشافت في النص. الابر اند عليها ثلاث حاجات عليها هيد ونك واثنين تيوبروسيس. الهيد هنشوف شكلها دلوقتي عامل ازاي. دلوقتي هنتكلم على الايه على يعني التكست. الهيد دي عامله ارتكوليشن مع الجلينويد كافيتي اللي هو كان اللاترال انجل بتاع الاسكابولا. النك انا عندي اثنين نك. في نك حاجه اناتوميكال دي اللي هي مباشره بعد الهيد. وفي سيرجيكال اللي هي تقع بين الابر اند كلها والشفت. ثم اثنين تيوبروزيتز. واحد تيوبروزيتي يعني ايه؟
يعني دي في البون ماركينج، رجعوا بمحاضرة البون ماركينج. التيوبروزيتي ده عبارة عن لارج رف راوندد ديبريشن. انا عندي اتنين تيوبروزيتيز، واحد لسر تيوبروزيتي وواحد جريتر تيوبروزيتي، هيحصروا ما بينهم جروف اسمه بايسبتال جروف. اللور اند في ميديال ايبيكوندايل ولاترال ايبيكوندايل، دولت ايه؟ دولت تو بروجيكشنز قاعدين على اللاترال، قاعدين على اللور اند، واحد ميديال واحد لاترال. كذلك تو راوند اليفيشنز بيبقوا خاصين بالارتكوليشن، واحد اسمه التروكليا ده ميديالي وقاع ويشبه البولي البكرة، عامل ارتكوليشن مع الانلا، واحد اسمه الكابيتولم بيبقى كاب لايك او كاب شيب وعامل ارتكوليشن مع عظمة الريديوس. تعالوا نشوف التضاريس بتاعتنا كده. ادي عظمة الريديا، عظمة الهيومرس كما نشاهدها من الانتيريور فيو والبوستيريور فيو. ده الانتيريور فيو، فيها ابر اند اهي كوليدي الابر اند، وفيها لور اند كوليدي لور اند، وفيها شافت من اول هنا لحد هنا. الابر اند عليها هيد، ادي الهيد، بعد الهيد في اتنين نك، نك اللي هو النارو ديبريشن ذات دايركتلي فولوز ذا هيد، عباره عن كونستريكتد ديبريشن مباشره يجي بعد الهيد. وفي عند نيك تانية عبارة عن constricted area بتيجي بعد الأبر إند كلها. يبقى أنا عندي anatomical neck و surgical neck واتنين tuberosities، واحد قدام اسمه lesser tuberosity، واحد في lateral side اسمه greater tuberosity، منهم جروف اسمه bicipital جروف. طيب lower end على اتنين projections، واحد lateral اسمه lateral epicondyle، واحد medial اسمه medial epicondyle. ان اقول الاتجاه ده ميديال لانه كان بيبقى ناحيه الهيد، الهيد موقعها ميديال، والجريتر تيبروزيتي موقعها لاترال، والليسر تروكانتر او الليسر تيبروزيتي كان موقعها انتيريور. ثم اتنين راوندد اليفيشنز فور ارتكوليشن، واحد اسمه التروكليا بيعمل ارتكوليشن مع عظمه الالما، واحد اسمه كابيتولم بيعمل ارتكوليشن مع عظمه الريديوس. ده كان منظر خلفي. فوق كل من التروكليا والكابيتولم اتنين ديبريشن، واحد اسمه النر فوسا واحد اسمه ريديال فوسا. المنظر ده من الخلف، ادي الهيد تمام. من الخلف مش باين الليسر تيبروزيتي، لان تبصي موقعه قدام فبيبانش من الخلف، انما باين هنا الجريتر تيبروزيتي. البايسبتال جروف مش موجود في الامام فمش باين من الخلف. طيب بالنسبه لللور اند، اللور اند انا كان في عندي من قدام في اتنين ديبريشنز اللي هم الالنر فوسا والريديال فوسا، اما من ورا في ديبريشن واحد بس اسمه اوليكرينون فوسا، ودي عظمه التروكليا قاعده على الميديال سايد. دي كانت بعد كده نتكلم على عظام الفور ارم. العظمه اللاترال في الفور ارم اسمها عظمه الريدياس. العظمة دي كانت لونج بون. لماذا صنفناها لونج بون؟ لأن كانت بتميز بأن لها تو إندز، أبر إند ولور إند، وفي النص بينهم يربطهم شافت أكوردنج تو شيب. بالنسبة للأبر إند بتاعت عظمة الريدياس كانت شاية ثلاث حاجات. إيه هي؟ أول حاجة الهيد، آدي الهيد رقم واحد. الهيد بتبقى ديسك شيب وعامله ارتكوليشن مع البروز اللي اسمه الكابيتولم بتاع الريدياس اللي خدناه من شويه. الملمح التشريحي الثاني اسمه النك، ده بيبقى كونستريكتد بارت بيجي بعد الهيد، وفي بعد كده براوندد بروجيكشن بيسموه ريديال تيوبروزيتي، بيبقى متجه الى الميديال سايد، بيؤشر الى الميديال سايد. بالنسبة بعد كده للشافت، الشافت بتبقى وايدر بلو ذان اباف، يعني من تحت بتبقى عريضة عن فوق، لها ثلاثة سيرفيسز وثلاثة بوردرز. أما اللور اند فبتبقى وايدر ذان ذا شافت، بتبقى اكسبانس ولاترالي بتعمل داون وورد بروجيكشن بيسموه ستايلويد بروسس، بيبقى يشاور على الاتجاه اللاترالي. عظمة الريدياس، عظمة الألنا نفس الكلام،
دي الميديال سايد اوف لمنطقه الفور ارم اللي هي الساعد. العظمه دي كانت لونج بون. لماذا لونج بون؟ لانها وفقا للتصنيف الشكل تحمل اثنين اندز وي شافت، اثنين اندز ابر اند ولور اند، بينهم في النص شافت. الابر اند، الابر اند تحمل تو بروجكشنز. البروجكشن اللي فوق بيسموه اوليوكرينون بروسس، والبروجكشن اللي تحت اسمه كورونويد بروسس. بينهم منطقه منتوشه اسمها تروكليار نوتش، عامله ارتكوليشن مع التروكليا اوف ذا هيومرس. بالنسبه للشافت ايضا تريانجولار ان شيبد زيها زي الشافت اوف ريدياس، بس الشافت اوف النا وايد اباف ذن بيلو، انما الريدياس كانت العكس، لها ثلاثه انجلز ولها ثلاثه بوردرز وثلاثه سيرفيسز. بالنسبه لللور اند، اللور اند اوف النا كارز راوند الاليفيشن يسموه الهيد، وكارز بوينتد بروجكشن يسموه ستايلود بروسيس، يشاور على الاتجاه الميديال. دي كانت تضاريس الألنا. ندخل بعد كده على الهند. الهند دي منطقة في الأبر لم، العظام بتاعتها متقسمة لثلاث صفوف أو ثلاث مستويات. المستوى الأول بيسموه الكارباس، أو الكارباس دي عبارة عن 8 عظمات من نوعية الشورت بونز، شوعية الشورت بونز اللي كان شكلهم كيوبيكال انشيب، مترتبين في صفين اتنين، صف بروكسيمال، بروكسيمال يعني قريب، قريب منين؟ قريب من الذراع، يعني داخلين على مركز الذراع فيسموه بروكسيمال، وصف تاني ديستال. ده الايه؟ المستوى الاول من العظام اللي بيكون منطقة الرزغ اللي اسمها كارباس. المستوى الثاني اللي بيكون المشط او راحه اليد بيسموه ميتاكاربس، بيسموا عظامه ميتاكاربال بونز او ميتاكاربلز. الميتاكاربلز دي 5 عظمات، ترتيب بتاعهم اتجاه العد بيكون من لاترال لميديال، فالفيرست ديت بتبقى اللاترال والفيفث بتبقى الميديال. كل عظمه من دول كانت لونج، تصنيفها كان لونج بون. ليه؟ لان لها 2 ends وشافت. اما المستوى الثالث من عظام الهاند اللي هو منطقه الاصابع او الفينجرز، عظامها بيسموها الفالنجيز. الفالنجيز دول كان عددهم 14، 3 في كل صابع ما عدا الصابع الكبير كان فيه 2 بس. الصابع الكبير ده بيسموه البوليكس. البوليكس ده بيبقى او البيج فينجر ده فيه 2 فلانجيز، واحده ديستال اللي هي بعيد، واحده بروكسيمال. عفوا هنا في غلطه، ديستال وديستال، ده ديستال وده بروكسيمال، تصلحوها خدوا بالكم بس عشان دي صوره انا مش قادر اظبطها. فده ديستال، ده بروكسيمال وده ديستال. البروكسيمال اللي هو قريب من مركز الايه؟ الهاند. اما الديستال فهو البعيد. بعد كده في كل صابع من الاصابع 3 فلانجيز، واحد بروكسيمال، واحد ميدل، واحد ديستال. الفالنجيز ايضا اوف ذا فينجرز تصنف كلونج بونز. الصبع الكبير ده اسمه بوليكس او صم، الصبع الثاني ده اسمه اندكس، الصبع الثالث ده اسمه ميدل، الصبع الرابع ده اسمه رينج، والصبع الخامس ده بيسموه ليتل فينجر. عظامهم بيسموها الفالنجيز. بالشكل ده نكون خلصنا عظام الأبر لم، وندخل بعد كده على عظام الجزء الثاني من الأبندكولار سكيلتون هو عظام اللور لم. أما عظام اللور لم كان بيتكون من جزئين اثنين، بونز أوف لور لم والرباط العظمي اللي رابطهم في الاكزيال سكيلتون اللي اسمه البلفيك جيردل. طيب هنقسم الاول اللور لم، بتتقسم لارياز. فاللور لم في مشترك مع البلفس في جزء صغير،
ولو بعد كده يبقى في جزء مشترك مع البلفز، وفي جزء مستقل كبير اسمه الفخذ او الصاي، يليه يعني بعد كده الليج او الساق، بينهم مفصل النيه، ثم منطقة الفوت اللي هيربطها بالليج، مفصل اسمه الانكل. دي الارياز بتاعت الريجن الكبيرة اللي اسمها اللور لم. كل اريا من دول لها عظام، فالمشترك مع البلفس كان في عظمة الهبون، دي عظمة مشتركة بين اللور لم وبين البلفس، فبناخد نصها مع البلفس ونصها مع اللور لم. اما عظمة الصاي الفخذ كان بيسموها الفيمر، وعظمة الليج او الساق دي دول اتنين مش واحدة، الكبيرة اللي قاعدة على الميديال سايد اسمها التيبيا، والصغيرة على اللاترال سايد اسمها الفيبولا. اما عظام الفوت فمترتبين في ثلاث مستويات زي الهند. المستوى الاول بيسموه تارسال بونز او تارسس او تارسلز، دي عبارة عن سبع عظمات مش تمانية زي الفوق زي الهند. المستوى الثاني اللي هو المشط بتاع القدم، وعظامه يسموه الميتا تارسال بونز او الميتا تارسلز. المستوى الثالث العظام اللي بيسموها الفلانجيس، عظام الاصابع. على سطح الإيليوم الدبريشن اللي قاعد لاترال اللي كان اسمه جلوتيال سيرفس. اما على الميديال سايد، على الميديال سايد او على الانر سيرفس من عظمة الإيليوم كان يوجد انذر ديبريشن يسموه إيلياك فوسا، ده بيشغل معظم الانر او الميديال اسبكت اوف إيليوم، انما الجزء الخلفي منها كان في صورة رف اريا وسموس اريا. السموس اريا اللي تشبه الودن دي كان مكان الجوينت اللي هتربطها بعظمة السيكرم، والجزء الرف ده كان مكان اتصال اربطة. ده كانت الإيليوم من بره من جوه. طيب تعالوا نشوف العظمتين التانيين اللي بعد كده، عظمة الإيسكيوم وعظمة البيوبس. عظمة الإيسكيوم ديت إحدى عظام الهبون، مكانها انفيريور وبوستيريور. انفيريور وبوستيريور للأسيتابيلم اللي هو كان مكان التقاء التلات عظمات مع بعض. عظمة الإيسكيوم كانت ال شيب، اما تيجي تبص لها كده شكلها كان شكل حرف ال ال، لها جزئين اتنين، جزء بايكي كبير اللي هو ده اسمه البودي. هذا البودي كان السيك بارت، فيها جزء اللي احنا بنقعد عليه ده بيسموه إيسكيال تيوبروزيتي ماشي، وكان لها بروز قاعد فوق منها بيسموه إيسكيال سباين. يبقى كل ده البودي، البودي يحمل على سطحه السفلي راوندد إليفيشن بيسموه إيسكيال تيوبروزيتي، ويحمل على سطحه العلوي بوينتد بروجكشن بيسموه إيسكيال سباين. ده الجزء الأول اللي هو البودي. الجزء الثاني من الإسكيوم كان فرع بيتفرع منه بيسموه إسكيال ريموس، كان بيتحد مع أنذر ريموس جاي من عظمة البيوبس وبيكون الإسكيو بيوبيك ريموس. عظمة البيوبس بعد كده دي مكونة من ثلاث أجزاء، ده الجزء الأنتيريور والإنفيريور من عظمة الهيبون اللي قاعد قدام وتحت الأسيتابيولوم، ده بيكون من ثلاث أجزاء. ده البودي اهو رقم واحد. بعد كده طالع منه فرع علوي اسمه سوبيريور ريموس اللي هو ده، وطالع منه برضه فرع سفلي اسمه انفيريور ريموس. الانفيريور ريموس ده اللي كان بيتحد مع الاسكيال ريموس وبيكون الاسكيوبيوبيك ريموس. بين الاسكيوبيوبيك ريموس وبين الاسيتابيولوم هنجد في فورامين كبير مسدود بممبرين ومصل اسمه اوبتيوريتور فورامين. دي كانت نيجي بعد كده بعد ما خدنا تفصيلات الهيب بون، عايزين نشوف بقى الهيب بون ازاي مربوطه في الاجزاء السكيلتون.
الاكزيال سكيلتون هنا كان ممثل في السكرم. السكرم اللي هو الخمس فقرات الملحومين مع بعض، وخمسة سكرم فيرتبري ملحومين مع بعض وعملوا لي ستراكشر واحد، بون واحده اسمها السكرم. هنقول ان التو هيب بونز الرايت من هنا والليفت من الناحيه الثانيه ارتكيوليت. ارتكيوليت مع مين؟ مع بعضهم من قدام في صوره سكند كارتريجنس جوينت بيسموها سيمفيسز بيوبس، وكانوا ارتكيوليت مع السكرم من الخلف في صوره جوينت بيسموها ساكرو الياك جوينت. يبقى دلوقتي عندي الهيب بون مسكت من ورا في السكرم ومسكت من قدام في نفسها من على الناحيه الثانيه بالشكل ده. كان الحزام اللي بيربط اللور لمب بالترانك واللي سموه البلفيك. العظمه الثانيه اوف ذا ساي كان اسمها الفيمر او عظمه الورك. عظمه الفخذ العظمه دي كانت لونج بون. لونج بون كان موقعها بالنسبه للور لمب اوبليك. تلاحظوا الابر لمب العظام بتاعته الهيومرس والريدياس والالنا كانت لونج بون قاعده فيرتيكال تقريبا. هنا اللونج بون بتاعتنا اللي اسمها الفيمر قاعده في السايد فيرتيكال بس سلايتلي اوبليك. هي لونج بون. لماذا لونج بون؟ لان لها اتنين اندز، ادي اند من فوق اسمها ابر اند، وادي اند من تحت اسمها لور اند، وبالنص بينهم كان في الشافت. تشبه الى حد كبير عظمه الهيومرس في الابر لم، فان لها اربع حاجات. اولا الهيد، ادي الهيد تبقى اكتر من نص كوره مور ذان هيمسفير، وبتشاور الاتجاه الميديال وعامله ارتكوليشن مع الاسيتابلم علشان تكون الهيب جوينت. الاسيتابلم افكركم بيه اللي قلناه في الجزء اللي فات اللي هو كاب شيب ديبريشن، بيمثل التقاء الاليوم والبيوبس والاسكيوم. هنا الهيد اللي هي اكتر من نص كوره مور ذان هيمسفير عامله ارتكوليشن مع الاسيتابلم علشان تكون مين؟ علشان تكون الهيب جوينت. بعد الهيد في كونستريكتد بارت، واي كونستريكتد بارت يجي بعد هيد يسموه نيك. النيك ديت عامله زاويه 125 مع الشافت، ثم في بروجكشن كبير يسموه جريتر تروكانتر متجه لللاترال سايد، وبروجكشن صغير اسمه ليسر تروكانتر بيتجه للميديال والبوستيريور سايد، فبيبان جزئيا من هنا. الشافت، الشافت تبقى يعني سلندريكال ماس كونفكس انتيريوري محدبه للامام. كل ما ننزل تحت بتبقى مور وايد، بتبقى وايدنز يعني بتتسع، بتبقى عريضه كل ما ننزل تحت. اللور اند، اللور اند اوف ذا فيمر هتتميز بوجود كلكعتين كبار بروجكشنز كبار، كل بروجكشن يسموه كوندايل. في كوندايل عند ميديال وكوندايل لاترال، بينهم من ورا انتر كوندايلر اريا مفتوحه، اما من قدام فالانتر كوندايلر اريا بتبقى مشغوله بعظمه اسمها الباتيلا. الباتيلا دي احنا ذكرناها مع انواع البونز في الناس يسموه البون تبقى لارج نوديولار بون قاعده وزن ذا تندون بتاع عضله كبيره اسمها الكوادريسبس، كان موقعها في مقدمة الني جوينت في الانتركوندايلر اريا بين الميديال واللاترال كوندايلز اوف ذا فيمر. المنطقة اللي بعد كده في اللور لم كان اسمها الليج او الساق. الساق العظمتين اللي بيكونوها اللي بيكونوا السكيلتون بتاعها واحدة اسمها ميدي اسمها تيبيا والتانية اسمها الله. ده كان سكيلتون الليج. التيبيا هي العظمة الميديا. العظمة ديت كانت لونج بونز. ليه لونج بون اللي هي التيبيا؟ ليه لونج بون؟ لأن لها أبر إند
ولور اند يعني تو اندز، وفي النص شافت. الابر اند اللي هي دي كانت عليها ثلاثة بروميننت بروجكشنز، اتنين فوق وواحدة تحت. البروجكشن الكبير اللي فوق اسمه ميديال كوندايل، البروجكشن الثاني اسمه لاترال كوندايل. التو كوندايلز اوف تيبيا بيعملوا ارتكوليشن مع التو كوندايلز اوف فيمر علشان يكونوا مفصل الني. تحت التو كوندايلز اوف تيبيا كان يوجد انذر بروجكشن يشاور للاتجاه الانتيريور اسمه تيبيال تيبروزي. بعد كده الشافت كانت تريانجلر ان شيب لها ثلاثة سيرفيسز وثلاثة بوردرز. الانتيريور بوردر بيبقى امتداد للتيبيال تيبروزيتي وبيسموه تشين اوف تيبيا، دقن التيبيا. اللور اند اوف تيبيا كان ميديالي في داون وورد بوني، بيج بوني بروجكشن بيسموه ميديال ماليولاس اللي هي بالعربي كعب الرجل. الكعب هنا المفاجأة، الكعب مش هو العقب، الكعب اللي هو الميديال ماليولاس اللي هو عبارة عن بيج بوني بروميننس قاعد على الميديال سايد اوف ذا لور اند. اما لاترالي فكان في ديبريشن هنا، هذا الديبريشن خاص بالارتكوليشن مع عظمة الفيبولا اللي هي العظمة من عظام الليج اللي قاعدة على اللاترال سايد وهي الصغيرة. العظمة دي كانت لونج بون، لونج بون قاعدة في منطقة الليج، كان لها اتنين انز وشافت، التو انز ابر اند من فوق ولور اند من تحت، بينهم شافت. الابر اند تحمل ثلاث حاجات، تحمل راوندد بروجكشن كوادريلاترال ان شيب اسمه الهيد، طالع منه بروز اسمه ستايلويد بروسيس، ونازل منه تحت منه كونستريكتد اريا يسموها النك. يبقى دلوقتي الابر اند فيها ثلاث حاجات، كوادريلاترال او راوندد بروجكشن يسموه هيد، طالع منه من فوق ستايلود بروسيس اللي هو ده، وقاعد تحت منه كونستريكتد اريا هيسموها النك. الشافت زي الشافت اوف تيبيا لها ايضا ثلاثه سيرفيسز وثلاثه بوردرز. العظمه دي ملهاش دور في الويت بيرينج، في تحمل وزن الجسم، انما دورها انها بتدي اتصال للعضلات اللي ماسكه فيها، اما اللي بتشيل الوزن فالعظمه الكبيره اللي اسمها التيبيا. اللور اند اوف فيبولا كلها على بعضها اسمها لاترال ماليولاس. نتذكر ان الميديال ماليولاس كانت حته صغيره من الميديال قاعده على الميديال سايد اوف لور اند اوف تيبيا، اما كل اللور اند اوف فيبولا فكانت بروز بيراميدا الانشيب كان اسمه اللاترال ماليولاس. بعد كده منطقه جديده او المنطقه الرابعه والاخيره من مناطق اللور لمب اللي اسمها منطقه الفوت. الفوت دي اريا تشمل سكيلتون عظام وسوفت تيشوز مغطيه. عظام الفوت مترتبه في ثلاث صفوف، الصف الاول اللي بيكون منطقه الكاحل اللي اسمه ترسس، عظامه اسمها ترسال بونز، دول عددهم سبعه، سبع عظمات. تذكروا ان دي طبعا نوعيه الشورت بونز، تذكروا ان الكاربال بونز في الهاند كانوا كيوبيكال ايضا ان شيب لكن كان عددهم 8. الميتا كاربال بونز
الميتاكاربال بونز اللي بتكون منطقة الميتاكارباس، عظامها اللي هي الميتاكاربالز عددهم 5. أكبر واحد هو الميديال اللي بيبتدوا من عنده العد. تذكر إن الميتاكاربالز أوف هاند اللي هم كانوا 5 أيضا كان اتجاه العد من اللاترال سايد، يعني بتاع الصبع الكبير، الميتاكاربال بتاع الصبع الكبير كان هو الفيرست. هنا العكس، في الفوت الفيرست ميتاكاربال بون هو الميديال اللي ناحية الصابع الكبير، أما الأربعة التانيين بيكملوا من بعديه من الاتجاه الميديال للاتجاه اللاترال. العظام صوابع القدم، أصابع القدم اسمها توز، مفردها تو، تي او اي، محدش يقولها توي، توي يعني لعبة، تي او واي، إنما دي تو، تو اللي هو إصبع، إصبع القدم. أصابع القدم عظامها اسمها فالانجيز، تذكر إن أصابع اليد كان اسمها فينجرز، أصابع القدم اسمها توز، عظامها اسمها فالانجيز. الفالانجيز هما 14 زيهم زي مين؟ زي صوابع اليد. ال 14 فالانجيز دول كان 2 فقط للإصبع الكبير اللي اسمه هالوكس. كان تذكرهم إن الإصبع الكبير في منطقة الهاند كان اسمه بوليكس أو صم. هنا الصابع الكبير اللي هو البيكتو اللي هو بيسموه هالوكس، في 2 فلانجيز، وفي كل صابع بعد كده 3 فلانجيز. الاثنين فلانجيز بروكسيمال وديستال، والفلانجيز الثلاثة اللي في كل صابع بروكسيمال وميدل وديستال. عايز أقول بس آخر حاجة إن نوعية عظام الميتاتارسلز والفلانجيز كانوا من اللونج بونز لأن لهم تو إندز أند شيفت. بكده إحنا خلصنا السكيلتون الأكزيال والأبندوكلر والمقدمة عن العظام، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور مجدي سعيد.